معكم إلى نشرة أحوال الطقس المرتقبة اليوم الغد، حيث لا تزال حالة الطقس مستقرة على أغلب المناطق الشمالية من الوطن خلال الصباح حتى بالمدن الجنوبية، عدا بعض السحب العابرة وبدون فعالية على أقصى الجنوب. خلال الظهيرة تبقى دائما السماء صافية تماما ظهيرة هذا الاثنين، أيضا بالمناطق الجنوبية أجواء غائمة عموما على مرتفعات الهقار والتصيل ومناطق أقصى الجنوب. بالنسبة لدرجات الحرارة المسجلة خلال الصباح بإذن الله ستصل إلى 33 درجة بتندوف، 31 درجة لعين صالح على أضرار ورقان، 30 درجة ببشار، 26 درجة بجزائر العاصمة، العنابة، الطارف، القالة، بومرداس، حتى بالسواحل الغربية، 24 درجة بثمن راس، 28 بعين قزام. درجات الحرارة القصوى المسجلة ظهيرة هذا الاثنين تصل إلى 31 درجة بالجزائر العاصمة، 32 درجة على كل من السواحل الشرقية والغربية، 38 بالجلفة، 43 درجة بشمال الصحراء مسجل، 48 درجة كأعلى مقياس على تندوف، 47 بأضرار وبرج بجي مختار، و 46 درجة بعين قزام. على البحر غدا بحول الله يبقى البحر عموما مستقر هادئ، رياح شرقية تماما وسرعتها لن تتعدى 15 كيلومتر في الساعة. المعلومات الفلكية وقت شروق وغروب الشمس في الجزائر العاصمة وضواحيها. نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.